صباح الخير. للمرة الأولى منذ أكثر من 5 سنوات تتفوق القيمة السوقية لشركة فورد على منافستها جنرال موتورز بعد أن وصلت إلى 83 مليار دولار عند الإغلاق في نيويورك أمس، أي أعلى من 82 مليار و900 مليون دولار التي حققتها جنرال موتورز. ورغم ذلك ما تزال تقييمات فورد وجنرال موتورز متخلفة عن تلك الخاصة بصانع الشاحنات الكهربائية ريفيان، والتي تم طرحها للاكتتاب العام في نوفمبر لأكبر طرح عام أولي لهذا العام. وبعد ارتفاع استمر 4 أيام وضعها على مسافة قريبة من قيمة سوقية تاريخية تبلغ 3 تريليونات دولار، أغلق سهم شركة أبل على انخفاض يوم أمس، إذ انخفض السهم بنسبة 16% مع تناوب المستثمرين على أسماء التكنولوجيا الكبيرة يغلق فوق 179 دولار. أعلنت ريفيان تأجيل تسليم شاحنتها الكهربائية الصغيرة وسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات ذات البطاريات الكبيرة حتى عام 2023. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن غالبية الطلبات للشاحنات، إذ بلغ عددها 71 ألفا في الولايات المتحدة وكندا، كانت نسخة من المركبات مع خيار حزمة بطارية صغيرة. أصدر قاض في تكساس أمرا لشركة إكسو موبيل بالحفاظ على أدلة من حريق وقع في 23 من ديسمبر في مصفاة بايتون التابعة لها، والذي أدى إلى إصابة 4 عمال. وتضم منشأة بايت داون مصنعا للمواد الكيميائية، وتعد رابع أكبر مصفاة للنفط في البلاد بسعة معالجة تبلغ 560 ألف برميل يوميا من النفط الخام. ومنذ أن سأل متابعيه على تويتر الشهر الماضي عما إذا كان يجب عليه بيع بعض حصته، واصل إيلون ماسك بيع أسهمه، إذ باع ماسك ما يزيد عن 1 مليار دولار من أسهم شركة تسلا وفقا لإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. أظهر الإيداع أن الرئيس التنفيذي لتسلا باع أكثر من 900 ألف سهم. ألغت شركات الطيران الأمريكية دلتا إيرلاينز وألاسكا إير جروب مئات الرحلات الجوية أمس بسبب الظروف الجوية السيئة وتزايد حالات أوميكرون. وقالت دلتا إنها تتوقع إلغاء أكثر من 250 رحلة من أصل 4133 رحلة مجدولة، بينما ألغت ألاسكا 150 رحلة من وإلى سياتل، وحذرت من المزيد من الإلغاءات والتأخيرات على مدار اليوم. كانت هذه مجموعة من أبرز أخبار الشركات لهذا اليوم. شكرا للمتابعة.